أصدرت مديرية الأمن العام بياناً أعلنت فيه تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين الذين اغتالوا غدراً الشهيد المرحوم محمد صادق الصدر ونجليه، وفيما يأتي نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. أيها المواطنون الأفاضل، مثلما حماكم الله تعالى من شرور الأعداء والحاقدين وصد عدوانهم المستمر، فسبحانه عز وعلا يحميكم من فتنهم وخبثهم الذي أرادوا من خلاله النيل من عزيمتكم وإرادتكم في الذود والدفاع عن الحق والمبادئ والقيم التي تقاتلون من أجلها بقيادة باني مجدكم الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه. كما اطلعتم في الأسابيع الماضية على اعترافات الجناة المجرمين الذين اغتالوا غيلة وغدرا الشهيد المرحوم السيد محمد صادق الصدر المرجع الديني المعروف ونجديه المرحومين مصطفى ومؤمل، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فاقتضت إرادة الله تعالى التي سنها سبحانه في قصاص المجرمين وتحقيق عدالته تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت الذي أصدرته المحكمة المختصة بحق المجرمين، كلا من 1. عبد الحسن عباس الكوفي، 2. علي كاظم مجمان، 3. أحمد مصطفى حسن أردبيلي، 4. حيدر علي حسين. أيها الأخوة الأعزاء، بذلك تم اجتثاث أدوات الفتنة باسم الحق وباسمكم، الفتنة التي أريد لها أن تكون وسيلة لإلحاق السوء بكم وبعراقكم العزيز الذي تحميه وترعاه عيون الباري عز وجل وسواعد أبنائكم الغيارة الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل تأمين الراحة والاستقرار لكم وللوطن العزيز سيادته وعزته. تحية فخر واعتزاز لصبركم الجميل ولصمودكم البطولي وتصديكم الشجاع لشرور الأعداء ومخططاتهم، وسحقا لكل من أراد بالعراق وبأهله النشامى السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، صدق الله العظيم. مديرية الأمن العام، في 19 من ذي الحجة من عام 1419 هجري، الموافق 5 من نيسان من عام 1999.